أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. ثم أما بعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ طيبات إن شاء الله، الحمد لله. إذن لازلنا نتحدث حول موضوع الخيارات. كنا قد انتهينا من الحديث عما يتعلق بكل أحكام خيار المجلس وأيضا خيار الشرط، وانتهينا بالحديث عن حكم المبيع زمن خيار الشرط. اليوم بإذن الله سنتحدث عن آخر خيار من هذه الخيارات، ألا وهو خيار العيب. فطبيعي جدا نبدأ حديثنا عن خيار العيب بتعريف العيب في اللغة، ثم ننتقل للحديث عن هذا الخيار اصطلاحا. يلا نشوف مع بعض العيب في اللغة، ماذا نقصد بالعيب لغة؟ تفضلي. الوصمة كالمعاب والمعابة والعيب، وهو ما يخلو عنه أصل الفكرة السليمة مما يعد نقصه. بارك الله فيك. إذن العيب في اللغة وصمة، عار، لذلك قالوا إنه كل ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد نقصا. أنت يا صاحبة الفطرة السليمة بفطرتك تميزين بين ما يعد نقصا أو لا، تميزين ما يعد شينا أو لا، تميزين ما يعد أمرا إيجابيا أو أمرا سلبيا في سلوك الناس مثلا. فبالتالي بتروح تقولي بتعيبي على فلانة أنها فعلت أمر، ولا تعيبي على الأخرى بناء على أنه فطرتك سوية بتميز بين هذا وذاك. فكل ما يخلو عن أصل الفطرة السليمة يعد نقصا وعيبا. أما ما يهمنا هو المعنى الاصطلاحي فنقول تفضل. بارك الله فيك. بدنا نركز شوي في هذا التعريف، لأنه لو فهمناه حنفهم تقريبا أكثر من ثلثين خيار العيب إجمالا. فلاحظي، قال لك هو كل ما ينقص العين أو القيمة أو ما يفوت أو ما يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه. شو معنى هذا الكلام؟ بدنا نركز شوي. لاحظي، كل ما ينقص العين أو القيمة أو ما يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه. الآن يا جماعة هذا الكرسي شايفينه؟ كم رجل لإله؟ أربعة. حلو. طب لو رحت اشتريته ولقيته ثلاث رجلين، ألا يعد هذا عيبا يجيز لي أن أرد بسببه؟ حلو. فالآن لاحظي معايا، كونه إله ثلاث رجلين مش أربعة، هذا النقص كان في العين، في العين، إنه عينه الأصل إنه أربع رجلين، صح؟ فكون رجليه صاروا ثلاثة مش أربعة، فهذا نقص في العين، لكنه أثر على القيمة، أثر على القيمة. أنت اليوم رحتي تشتري عشر كراسي، لقيت التسعة 100%، وفي واحد العاشر له رجل مكسورة وهكذا. فأنت لما بتاخذ التسعة بتاخديهم بسعرهم الكامل 100 شيكل مثلا، هي 900 وهذاك حسب لك إياه ب50. فإذا النقص في عينه أثر على قيمته ولا لا؟ أثر، إذا يعد عيبا. فاللي بدي أقوله أن كل نقص في العين إذا أثر على القيمة يعد عيبا. النقص في العين مش دائما عيب، ها؟ النقص في العين، في العين يعني في ذات الشيء، مش في عينه في الآي تبعته، لا، في ذات الشيء، في ماهية الشيء. حلو. فالآن نرجع نقول، إذا كان النقص في العين مش دائما بيكون عيب، متى بيكون عيب؟ بدنا نحكي عن ثلاث شغلات. الشغلة الأولى هيها، إنه نقص في العين أثر على قيمته، فطالما أن النقص في العين يؤثر على القيمة فإنه دائما يعد عيبا،
ولما بنقول يعد عيبا يعني يجيز لي أن أرد لهذا السبب. علم إذا النقص في العين إذا أثر على القيمة اعتبر عيبا، حلو؟ تمام، هي واحد. طب ماذا لو كان النقص في العين لكنه لم يؤثر على القيمة؟ يعني خلينا نجيب مثال، لم يؤثر على القيمة. طبعا هان بدي أفرق بين شغلتين قبل ما نحكيهم، نجيب مثال عساس لحالك تصير المسألة أكثر وضوح. الآن أنا رحت اشتريت خروف، صلوا على رسول الله، اشتريت خروف بدي أعمل وليمة لأهل البيت، وليمة أكل غدا عادي، أكل عادي، عزومة عادية. فالخروف هذا ودنه مقطوعة، هي نقص في عينه صح ولا لا؟ ودنه أذنه مقطوعة، قطعت أذنه، تمام؟ خليكم معايا. الآن هذا النقص في العين هل يعد عيبا؟ ركزوا معايا. الآن الخروف اللي ودنه مقطوعة، ودنه مقطوعة أو مش مقطوعة 300 دينار مثلا، فإذا ما أثر على القيمة. لكن بدي أسأل نفسي سؤال تاني، إحنا قلنا دائما دائما أثر على القيمة عيب، ما أثرش على القيمة بدي أروح أسأل نفسي سؤال آخر على أساس أعرف إنه عيب أو لا. إذا نرجع نقول إذا النقص في العين بيأثر على القيمة خلاص عيب، خلصنا. نقص في العين ما أثر على القيمة، ما أثر، هان الخروف اللي ودنه مقطوعة ما أثرش على قيمته، ما أثر على قيمته، لكن راح أسأل نفسي سؤال، يا ترى هل هذا النقص فات به غرض صحيح أم لم يفت به غرض صحيح؟ أفرق. الآن نرجع للمثال، أنا شارية الخروف ليش؟ أنا شارياه حتى أطعميكم، أطعمي خواتي، أطعمي أهل بيتي، أكل عادي، غدا عادي. فهل فات به غرض صحيح؟ لا. لم يفت به غرض صحيح، لأنه في الآخر مش حجيب الودن وأقول لهم أنا هيني ذبح لكم خروف. لا. الكرم عند العرب بيروحوا يحطوا الراس على الاكل صح ولا لا؟ بيحطوش الودن يعني. وبالتالي هل فاتني غرض صحيح لانه ودانه مقطوعه؟ بالتاكيد لا. اذا نرجع نقول اذا النقص في العين لم يؤثر على القيمه ولم يفوت به غرض صحيح لا يعد عيبا، وبالتالي مش من حقي اروح ارجع بسبب هذا النقص. علم؟ إذا النقص في العين إذا لم يؤثر على القيمة ولم يفت به غرض صحيح لا يعد عيبا، وبالتالي يمتنع علي الرد بهذا السبب أو لهذا السبب. علم؟ الأمر الثالث، نقص في العين لم يؤثر على القيمة لكن فات به غرض صحيح يعد عيبا. أنا رحت اشتريت خروف، الخروف كانت ودنه مقطوعة، ودنه مقطوع بأثرش عقيمته لكن فات به غرض صحيح لأني أنا شارية للأضحية، للأضحية، وفي نص شرعي بيقول لي أنه الأضحية لا تجزئ إذا كان كذا كذا كذا، يعني لازم الأضحية تكون فول أوبشن، لازم تكون كاملة متكاملة فيش فيها ولا حاجة، لا عمى ولا أي شيء، مع أنه العمى أنا أشتري خروف أعمى وذبحته في مشكلة؟ فيش مشكلة، لكن شارية للأضحية في مشكلة. إذا فاتني غرض صحيح وهو عدم قبول وعدم إجزاء أضحيتي، عدم إجزاء أضحيتي، لذلك يعد عيبا، وبالتالي أنا شاري الخروف واكتشفت أنه أعمى، اكتشفت أنه ودنه مقطوعة، للأضحية شارياه بجوز أني أرجعه، لكن شارياه مجرد للحم كده فلا يجوز الرد بهذا النقص لأن هذا النقص لا يعد عيبا. إذا نجمل سريعا، النقص في العين إذا أثر على القيمة دائما يعد عيبا، خلصنا، لأنه دائما اللي بهمني يا جماعة في المعاوضات القيمة مش العين صح ولا لا؟ اللي بهمني القيمة. رقم اثنين، إذا النقص في العين لم يؤثر على القيمة ولم يفت به غرض صحيح لا يعد عيبا، وبالتالي امتنع علي الرد لهذا السبب. الأمر الثالث، نقص في العين لكن فات به غرض صحيح، وتذكر الخروف للأكل أو للأضحية، تمام؟ حلو. الآن نيجي لأمر ثاني، لحظة إيش قال لي؟ كل ما ينقص العين، إذا عرفنا اللي النقص في العين متى يعد عيبا ومتى لا، خلصنا منها، أو القيمة، فقال لك هنا دائما دائما النقص في القيمة يعد عيبا سواء نقصت العين أو ما نقصتش. هناك في العين، نقص العين، قلنا نقص العين لا يكون عيب إلا إذا أثر على القيمة، إذا ما أثرش مش عيب إلا إذا فات به غرض صحيح، خلصنا.
بينما النقص في القيمة دائما يعد عيبا. النقص في القيمة دائما يعد عيبا حتى لو لم تنقص العين، حتى لو ما نقصتش العين. نقصت العين ما نقصتش العين بهمنيش، المهم في نقص في القيمة، فدائما يعد عيبا. مثال بسيط، رحت اشتريت سيارة واشتريتها على انها بتستهلك 1 لتر بنزين كل مثلا 10 كيلو مثلا، فاستهلاك قليل، بدي افترض، انا مش عارفة اذا هو بطلع قليل ولا مش قليل في 10 كيلو، المهم استهلاك قليل، انا على هذا الاساس مشترياها ودافعة 30,000 دولار مقابل السيارة اللي بتستهلك كمية قليلة من البنزين. فانا رحت فللت، مصطلح فللت انه عبيتها كامل بنزين وطلعت مشواري فيها، فلا بنص الطريق ادتني ضو بتقول لي انت في خطر، عد وخلص البنزين مثلا. الله، طب انا عمالي مفللاها، يعني غريبة، وانا شرياها على انها بتستهلك اشي بسيط. وفي عرف التجار يا جماعة، السيارة كل ما استهلكت كمية اقل من البنزين بزيد سعرها، كل ما استهلكت كمية اكبر بقل سعرها، بقل سعرها. وبالتالي انا شرياها ب30,000 على انها بتستهلك كمية اقل، فتفاجأت انها بتستهلك كمية مضاعفة. ألا يعد استهلاكها لي كمية كبيرة من الوقود عيبا؟ بلى. ليش؟ لأنه بيأثر على القيمة. فدائما مع أنه العين فيهاش أي عيب، فيهاش أي نقص، ها، فلاحظي معايا، نقصت العين أو ما نقصتش، طالما في نقص في القيمة فهذا يعد عيبا، وبالتالي يجوز لي أني أرجع للتاجر يلي باعني السيارة أقول له أنه السيارة بتستهلك كمية كبيرة من الوقود وبالتالي أنا ما بدي إياها، وجيب لي فلوسي. بنفع؟ اه بنفع. ليش؟ لانه في عيب في قيمتها، لانه اليوم بالسوق معروف انه السياره اللي بتستهلك كذا سعرها هيك، واللي بتستهلك اقل سعرها اكثر، وانا شاريه بسعر كبير وعالي على اساس انها بتستهلك كميه قليله، فان اكتشفت انها تستهلك كميه اكبر فاذا بالتاكيد قيمتها قلت، اذا يعد هذا النقص في القيمه يعد عيبا، وبالتالي يجوز لي ان ارد بهذا السبب. تمام؟ ايش في سؤال؟ كان في حدا يسال اظن في هاي النقطه. خلاص، حلو، ضلتها نقطه او نقطتين. الان لاحظي، قلنا انه النقص في العين اذا ما اثرش على القيمه لكن فات به غرض صحيح، صرنا عارفين انه هذا ايضا يعد عيبا. حلو، النقص في القيمه دائما يعتبر عيب حتى لو لم تنقص العين. خلصنا. طيب الان هذا النقص اللي قلنا عنه سواء في العين أو في القيمة، خليكم معايا، النقص اللي قلنا عنه حتى يجوز لي أن أرد بسببه، يجب أن يغلب في جنس المبيع عدم وجوده. حشرح تقلبوش، يجب أن يغلب في جنس المبيع عدم وجوده. نجيب العبارة بصيغة أخرى وبعدين نشرح. هل جيت؟ إذا غلب في جنس المبيع وجود مثل هذا النقص فإن وجوده لا يعد عيبا. حشرح مرة ثانية، بدي أحكي عبارة كده مجردة ونعرف إيش معناها. إذا غلب في جنس المبيع وجود مثل هذا النقص فإن وجوده لا يعد عيبا. كيف يعني وشو يعني؟ وبالتالي نرجع للشرط اللي بيقول انه اذا غلب في جنس المبيع عدم وجوده فوجوده يعد عيبا. بالمثال يتضح المقال، ونرجع نترجم العبارة. الان انا شارية سيارة فل، اسلموا ايديك. الان يا جماعة انا شارية سيارة اجانس 0 كيلو. شو يعني؟ مش ماشي 0 كيلو، بتسمعوا المصطلح هذا؟ يعني أجنس. حلو، يعني شو أجنس؟ من وكالتها. جميل. الآن أنا هذه السيارة اللي اشتريتها عمالي بتطلع بالعجل وإذ به مهترئ. فالآن اهتراء العجل، هيو نقص هذا، اهتراء العجل هنا هل يعد عيبا أو لا؟ آه يعد عيبا. لماذا؟ بدي أترجم، خليكم معايا. لأن الغالب في مثل السيارة الأجانس عدم اهتراء عجلها، فاهتراء عجلها يعد عيبا. الغالب في السيارة الجديدة إنه عجلها جديد،
فاهتراؤه اهتراؤه يعد عيبا. عشان كده ايش قلنا؟ العلماء اللي وصلتهم المعلومة ما يعيدوش معايا، عشان في ناس غلابة زي حالاتي حابين يفهموها منيح، في ناس ما وصلتهم زيي، تمام؟ رجاء ما شاء الله عنكم شاطرين، يلي وصلتهم ما يحكوا معي، لأنه في ناس زيي بدهم يفهموها صح. يعني ما تحكوش معايا. نرجع نقول الآن، بنقول إذا غلبه في جنس المبيع عدم وجوده، حتى نعتبره عيب لازم يغلب في جنس المبيع عدم وجود هذا النقص، فإذا وجد يعد عيبا. وبالتالي السيارة الأجانس اللي حكينا عنها، الغالب في عجلها أن يكون أجانس جديد، الغالب مش هيك؟ وبالتالي وجود الاهتراء في عجلها يعد عيبا. ليش؟ لأن الغالب في عجل الجديد جديد، فالاهتراء في الجديد يعد عيبا. بينما لو أنا شارية السيارة مستعملة، فالغالب إنه عجلها مهترئ، فالاهتراء لا يعد عيبا. ليش؟ لأنه الغالب في المستعمل مهترئ. أقربها أكثر، أنا رحت اشتريت كتاب المعاملات من المكتبة، أنا كطالبة اشتريته جديد، لقيت عليه خرابيش وإشي، بحق لك ترجعي؟ آه، لأن الغالب في الكتاب الجديد معلوش ولا أي كلمة ولا أي كتابة ولا أي نوتس ولا أي ملاحظة ولا أي شيء، صح؟ وبالتالي بحق لك تراجعي بسبب هذا الأمر. لكن أنت أصلا شرياه من طالبة مخداها السنة الماضية، والطالبة طبيعي كونه مستعمل بتكتب أي ملاحظات، المدرس بحكي كذا كذا فبتكتب وبتسجل على نفس الكتاب، وأنت اشترتيه وهو مستعمل، بحق لك تراجعي تقولي لا عليه كتابه وعليه خرابيش؟ لا، لانه بدك تتوقعي كونه مستعمل، بدك تتوقعي تلاقي عليه هذه الكتابه، صح ولا لا؟ لكن لاحظي برضه في نقطة بدنا نأكد عليها، مش دائما المستعمل بقبل منه اي حاجة واقول لا ما مش من حقي ارجع لانه مستعمل. يعني مثلا انا رحت اشتريت الكتاب المستعمل من صاحبتي ولقيت فيه كذا صفحة مقطوعة، هذا يعد عيب، ما بدي أقول لأنه مستعمل فمتوقع، لا مش متوقع، متوقع تكون الورق شوية مهترئة كذا، بس مش ممزوعة، ممزوعة فاتتني مصلحة كتير كبيرة، فبحق لي أرجع حتى هو مستعمل. لكن أنا لاحظي معايا، عشان هيك بقول لك إذا غلب، لاحظي في التعريف لا قلت جديد ولا مستعمل، بس أنا مثلت على أساس تكتمل الصورة لإلنا. فإذا غلب يعني عادة، عادة السلعة هذه الأصل وجود النقص ولا عدم وجوده؟ ها، فإذا كان الأصل عدم وجوده فوجوده يعد عيب، وإذا كان الأصل وجوده فوجوده لا يعد عيب. بس وصلت؟ تمام، حلو. طيب لحظي معايا، إذا فهمتوا هذا الكلام هلقيت الشروط حتصير جدا بسيطة، بس الشرط الأول حنضيف فيه معلومة جديدة، الشرط الثاني والثالث هو نفس اللي شرحناه. نيجي إذن نتحدث عن شروط الرد بالعيب. يعني حتى يجوز لي أن أرد السلعة المعيبة اللي فيها نقص لازم يكون في عندي ثلاث شروط. أول شرط، يلا على السريع، يلا، شروط خيار العيب أو شروط الرد بخيار العيب، يلا نشوف، تفضل. بارك الله فيك. إذن أول شرط من شروط الرد بخيار العيب أن يكون العيب قديما. شو يعني قديما؟ يعني حدث عند البائع. ولاحظي حدث عند البائع بيشمل حالتين، سواء قبل العقد أو بعد العقد، لكن قبل القبض، لأنه طبيعي قبل قبضه في يد من؟ في يد البائع. فطالما أن العيب حدث في يد البائع، ولما بنقول في يد البائع سواء أنا لسه مش مشترية السلعة أو اشتريتها لكن ما استلمتها، في الحالتين وين صار العيب؟ عند البائع. وبعد ما حدث هذا العيب أنا اشتريت فوجدت فيه عيبا،
حينها يجوز لي أن أرد. فلازم يكون العيب حادث عند من؟ عند البائع. وبالتالي لو حدث العيب، يعني كان جديدا وحدث عند المشتري، يعني بعد القبض، فهل يجوز لي أن أرد بهذا السبب؟ نفرق بين أمرين. بديش أقول لا على طول، في تفصيل، مش خلاف، ها ما بقول في خلاف، لا في تفصيل. فالآن بنقول إذا كان سبب العيب يرجع للبائع فيجوز الرد حتى لو العيب صار عندي، وإذا كان سبب العيب يرجع للمشتري فلا يجوز الرد. نجيب مثال. الآن يا جماعة أنا رحت اشتريت مثلا 3 طن من الحديد، حلو؟ الحديد هذا اشتريته وأخذته، استلمته من البائع وحطيته عندي بالمخزن، جميل؟ تاني تالت يوم بغض النظر رحت لقيت إذب الحديد عليه صداع، صداع عيب. فالآن الأصل كون الصداع صار عندي أنا شرياه بدون صداع، الأصل إنه أنا اللي بتحمل، وبالتالي مش من حقي أرجع. فرحت عملت تحقيق في البيت، مين حط مية، مين دخل المخزن، كذا، فتشت المخزن فيش فيه رطوبة، وقعدت أدور على حدا من الصغار إذا بمسدس المية أو بسرشوة حدا رش مية كذا، أبدا فيش. فثبت لي أن سبب هذا الصدأ إيش؟ بلل عند البائع، أصابته السماء، شتيت عليه، مطرت عليه عند البياع مثلا، أو المخزن تبع البياع فيه رطوبة أو كذا، فظهر الصدأ عندي. في هذه الحالة مع أنه الصدأ هان صار عندي لكن سببه البائع، فيجوز لي أن أرد. لكن لو سبب الصدأ أنا سببه أو أي حدا من عيلتي، يعني أنه عندي صار الصدأ وسببه عندي، فلا يجوز لي أن أرد بهذا العيب. علم؟ تمام. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني والثالث أخذناه، بس سريعا نعيده. أخذناه عندما شرحنا تعريف العيب. تفضلي. بارك الله فيك. إذن لاحظي قال لك أن يكون النقص في القيمة، أن يكون النقص في القيمة سواء نقصت العين أو ما نقصتش، وهذا الكلام حكيت، لأنه دائما العبرة في المعاوضات بالقيمة. ومين اللي بيقول لي إنه هاد كيف قيمته، نقصت ولا ما نقصتش؟ السوق، عرف التجار، يعني السوق. السوق اليوم بيقول لي إنه السيارة اللي بتستهلك بنزين كتير سعرها أقل من السيارة اللي بتستهلك بنزين كبير. هذا من وين عرفته؟ من السوق. تمام. فبالتالي العبرة عندنا بالقيمة، فإذا كان النقص في القيمة دائما هذا يعد عيبا بغض النظر عن نقص العين. يعني ما بروحش أدور العين ناقصة ولا مش ناقصة طالما في نقص في القيمة، وهذا خلصنا منه. بينما لو كان النقص في العين، بدي أقول إذا أثرت على القيمة معناته نقص في القيمة، فخلصنا، يعني عيب. إذا ما أثرت على القيمة نفرق بينما إذا فات به غرض صحيح أو لم يفت به غرض صحيح. إذا لم يفت به غرض صحيح لا يعد عيبا، إذا فات به غرض صحيح عد عيبا، وهذا الكلام برضو أخذناه تفصيلا. حلو. الأمر الثالث أو الشرط الثالث، يلا والباقي تفضلي. بارك الله فيك. إذا أن يغلب في جنس المبيع عدم وجود هذا النقص، إنه عادة وغالبا مثل هذا المبيع ما في هذا النقص، فإذا وجد عد عيبا. وبالتالي إذا كان الغالب وجود هذا النقص فوجوده لا يعد عيبا. شرحنا، حدا ما فهمهاش؟ تمام. هذا بالنسبة لشروط خيار العيب، بمعنى إنه شو هي الشروط التي إذا وجدت جاز لمن حدث نقص في سلعته أن يرد بسبب هذا النقص. الآن نتحدث عن مشروعية خيار العيب. مشروعية خيار العيب سريعا، يلا مش هنقف كتير عند المشروعية. تفضلي. بارك الله فيك. إذن
دل على مشروعية خيار العيب القرآن الكريم والسنة النبوية. طبعا زميلتكم بدأت بالسنة ولا ضير في ذلك، لأنه العبرة ناخذ الدليل، مع أنه دائما إحنا بنقدم القرآن بالتأكيد على السنة باعتباره المصدر الأول، فلذلك اسمحي لي أرجع للقرآن ثم أعود ثانية للدليل الذي ذكرتيه. فمن القرآن بارك الله فيك. إذا ربنا عز وجل يقول، دليل عام هذا بنستفيد منه كذا شغلة، ها، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طب ماذا لو كانت السلعة فيها عيب؟ ستكونين راضية بهذا العيب؟ بالتأكيد لا. فحتى يبقى البيع قائما دون أي غش ويكون برضا، جاز لي أن أرد السلعة المعيبة حتى أضلني راضية، لأنه وجود العيب في المبيع مدعاة لعدم الرضا. وربنا عز وجل يقول عند انتفاء الرضا يكون فيه أكل مال الناس بالباطل، فدل ذلك على مشروعية خيار العيب، إنه السلعة اللي فيها عيب من حقي أرجع حتى أكون راضية بهذا العيب، لأن الإنسان بطبيعته لا يقبل أن يشتري أي سلعة وفيها عيب أو أي سلعة معيبة، إذ الأصل في المبيعات أن تكون سليمة وخالية عن العيوب. تمام؟ من السنة النبوية الحديث اللي ذكرته زميلتنا قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق على صبرة طعام بسطة، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم في هذا الطعام فأصابت أو فأنالت أصابعه الشريفة بللا، تبللت أصابعه، فعرف إنه الأكل اللي تحت، الطعام اللي تحت فيه إيش؟ بلل. فبيقول لصاحب هذا الطعام، ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال له يا رسول الله أصابته السماء، شتيت عليه، مطرت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم ألا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. الحديث واضح في دلالته على مشروعية خيار العيب، فإنه إذا اشترى إنسان سلعة ورأى أنها معيبة جاز له أن يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد العيب في مثل هذه السلع من الغش. ومنعا من ذلك يفترض البائع من البداية يبين أي عيوب في هذه السلعة، فإن لم يبين واكتشف العيب المشتري جاز له أن يرد بسبب هذا العيب، حتى يدرأ عن نفسه أي ضرر لحقه جراء هذا العيب. دليل أخير يلا. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. بارك الله فيك. إذن يقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، إخوة في الإيمان، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه. الحديث واضح في دلالته أن الإنسان يجب عليه أن يبين أي عيوب في سلعته، معناته لو لم يبين جاز للطرف الآخر أن يرد بسبب هذا العيب، لأن الأصل ألا يغش بعضنا بعضا. وقد سبق أن قلنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فلذلك أنا شو رح أخسر؟ حتى لو كنت عارفة سلعتي معيبة وحكت لك، أنت ممكن حدا يرضى يشتريها، وبالتالي أنا مش حستنى إنه ممكن إذا خبيت العيب لما يكتشفوا يجي حيرجع لي. طب ممكن يجي يرجع لي بوقت لما هو اكتشف يكون في كساد في السوق، فأنا على كل الأحوال هيك خسرت. فأنا ربما لو بينت له من الأول بدل ما أبيعها بمية بعتها بتسعين، وهيك هيك أنا استفدت. فأفضل ما أخبي العيب وهو يكتشفه في وقت تكون السلعة أصلا ما بتسواش إشي، يعني لما يرجعها إليك بدك ترجعي له المية وهو بده يروح يبيعها، مش حيبيعها بعشرة مثلا. فبالتالي دائما دائما الوضوح في أي أمر هو مكسب للإنسان، حتى وإن ظهر له أنه سيخسر، لأنه الخسارة شو ما كانت إذا كانت مبنية على الوضوح فإنه هذا الأمر
الله راح يبارك له في بيعه في تجارته، وبالتالي في عندي ممكن واحد يربح بس شيكل وتاني يربح 100، هذا الله يبارك له بالشيكل أكثر بكثير من الذي ربح 100. فالمسألة دائما إلها علاقة بمدى صدقك، بمدى وضوحك، بمدى إظهارك لأي عيوب في هذا المبيع، كي لا تخدعي الطرف الآخر الذي يحق له أن يرد المبيع بقوة القانون. يعني شو بقوة القانون؟ يعني غصب عنك بحقله يرجع لك الشغلة إن وجد فيها عيبا. لذلك سنختم محاضرتنا بأنه متى يكون الرد بخيار العيب. يلا من تحدثنا عن هاي النقطة، متى يكون الرد بخيار العيب؟ يلا متى يفقد العيب وجب الرد حتى لو كان بيأخذ سنة؟ بارك الله فيك. إذا العلماء متفقين على أن خيار العيب يثبت فورة أو يثبت عند الاطلاع على العيب. متى ظهر لك العيب يثبت لك الرد، حتى لو اكتشفت العيب بعد وقت طويل من العقد. انت اشتريت الشغلة وما اكتشفت فيها عيب، بعد فترة اكتشفت انها معيبة، هل يحق لك ان تردي هذه السلعة بخيار العيب؟ بنقول نعم يجوز ذلك، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، متفقين على أنه متى ما علمتي بالعيب جاز لك أن تردي. لكنهم اختلفوا في أنه هل يجب أن تردي فور علمك؟ بدي أفترض أنا بعد أسبوع اكتشفت أنه السلعة معيبة، في اللحظة اللي اكتشفت فيها هي الخلاف، أنه متى ما اكتشفت العيب هل لازم أردها لقيت؟ وبالتالي إذا ما رديتش راحت علي أم إنه عادي أتراخى؟ كان خلاف بين العلماء. رأي الحنفية والشافعية قالوا يجب الرد فور الاطلاع حسب العرف والعادة. يعني لاحظوا هم قالوا فور الاطلاع، يعني بمجرد ما شفت، لكن حسب العرف والعادة. أجيب لك مثال عساس أقول لك الفورية مش ضروري يعني لازم متى ما شفت، لا، كلامهم بيقول لك حسب العرف والعادة. يعني مثال، أنا اشتريت شنطة بعرفش إنه فيها عيب، حلو، وطلعت فيها كذا مشوار، والمشوار الثالث الرابع الأول بغض النظر كنت هان بالجامعة، فصاحبتي عجبتها الشنطة فقعدت تتفرج عليها على أساس بدها تشتري زيها، وهي بتتفرج بتقول لي على طول الحتة تخربي كذا 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 فيها، فاكتشفت شغلة معيبة، عيب نقص، وبالشروط اللي ذكرناها، بالشروط اللي ذكرناها لازم تكون متوفرة. فالآن أنا لما اكتشفت هذا العيب ايش بنقول؟ بدي يكون الرد فور الاطلاع حسب العرف والعادة. طب انا عمالي بشغلي هنا، فبدي اقول هل قد اسيب شغلي واروح ارجع؟ لا، لما اخلص شغلي. اذا قدرت افضي اغراضي من الشنطة ورحت ارجعها في نفس يعني بعد ما خلصت دوامي قدرت، ما قدرتش لا عادي بروح على البيت وبفضي اغراضي وبعدين بروح ايش ارجعها. وبالتالي المسألة حسب تمكنك من الرد، مش انه فورا يعني الان والا راحت عليك، لا، حسب الفراغ. قدرتك، لا مش قصة الفراغ، قدرتك وتمكنك من الرد. يعني مثلا شريت الشغلة الصبح اكتشفت العيب بالليل، بالليل حتى لو بدي افترض المحل مفتوح انا بطلعش بالليل، ها مثلا عادي جدا بستنى لبكرة. طب بكرة هو بيفتح على 10 وعلى 10 عندي محاضرة، بستنى لما تخلص دوامي برضه، ها لحظي. فأنا مع إني مكتشفاه من بالليل مش ضروري لازم أول ما يطلع الصبح أروح أرد وإلا راحت علي، لا عادي جدا حتى لو ما تمكنتش على 10 لأنه عندي شغل، عندي مصالح أخليها مثلا لآخر الدوام وهكذا. حلو؟ تمام؟ هذا بالنسبة متى يكون لي الرد بخيار العيب. هذا ما يتعلق بموضوع محاضرتنا لهذا اليوم. المحاضرة القادمة نتحدث عن ما تبقى من موضوعات ومفردات خيار العيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.